كمان امبارح مؤسسة حياة كريمة أعلنت إنها هتكمل مبادرة وصل الخير لحد آخر السنة. المبادرة دي بيشارك فيها 9000 متطوع وبتوفر سلع غذائية لكل الفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة وصل الخير التي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تشارك فيه المؤسسة مع كبرى مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر. وتواصل قوافل وصل الخير من مؤسسة حياة كريمة جهودها بمشاركة أكثر من 9000 شاب متطوع بالمؤسسة، وحيث تم توزيع 1,200,000 صندوق حماية اجتماعية حتى الآن، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس لتقديم المزيد من الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية. وقد قررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر أن تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك. وتأتي مبادرة وصل الخير إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين.